حصل تراجع، وتراجع سبب حالة التقشف اللي مرت بها الموازنة، موازنة كربلاء، كان مخصص إلى الجانب الرياضي في الموازنة المحلية مليار دينار شهريا سنويا، لكن هذه الموازنة صفرت بالكامل. ونحن طرحنا حل لهذه المشكلة. الحل الذي طرحناه هو أن يخصص مبلغ من وزارة الشباب والرياضة وتدعم أنشطة النادي، وإذا كان هذا غير موجود بسبب حالة التقشف اللي موجودة نخصص قطعة من قطع وزارة الشباب والرياضة وتعلن الاستثمار ويكون ريع هذا الاستثمار إلى نادي كربلاء. وضعنا هذا الحل أمام وزارة الشباب والرياضة وعدونا كربلاء.